بالتعاون مع جمعية تقدم المرأة، افتتح المركز اللبناني للتعليم المختص كلاس، المركز السادس له بلبنان، وذلك بمنطقة النبطية، لتقديم المساعدة المتخصصة الفردية للأولاد اللي بيعانوا من صعوبات تعلمية محددة واللي بتتراوح أعمارهم بين 3 و 12 سنة. إننا فخورون جداً بهذا الإنجاز ونعلق عليه آمالاً كبيرة، ولا أبالغ إذا قلت لشخصك الكريم إن هذا العمل هو تتويج ووسام على صدر جمعيتنا. اسمحوا لي تشكر جمعية تقدم المرأة ورئيستها، هل استقبلتينا بكل حب وترحاب اندفاع وشجعتينا تنكون نشتغل إيد بإيد تنساعد الأولاد هاللي بيعانوا من صعوبات الاستيعاب والصعوبات التعلمية المحددة. تخلى الحفل الافتتاح عرض فيلم وثائقي بيظهر الخدمات اللي بيقدمها مركز كلاس بست مناطق بلبنان وبأكثر من 58 مدرسة رسمية ضمن خطة دعم دراسي موقعة مع وزارة التربية بتشمل تجهيز 200 مدرسة حتى العام 2018. كما تخلى للحفل عرض مسرحي تحت عنوان شو بني ماما، مؤلف من 4 مشاهد بتجسد واقع معاناة الأطفال مع محيطهم بسبب عدم فهم ومعرفة التعاطي مع حالات عسر الكلام، عسر تنسيق الحركات، فرط الحركة ونقص بالانتباه وعسر القراءة. سيستهدف مركز كلاس السادس للتعليم المختص عدد كبير من الأولاد بمنطقة النبطية والبلدات المجاورة ضمن مهمة تتمحور حول حق التعلم للجميع، دمج الأولاد ذوي الصعوبات التعلمية، تقديم الخدمات المتخصصة مجاناً للأولاد، تحسين نوعية التعليم وتعزيز الصحة العقلية. كلاس، المركز اللبناني للتعليم المختص.